السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. نستفتح بقول الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا. ازيك يا شباب، اخبارك؟ اتمنى تكون بخير. كل عام وانتم بخير. المد قرب، ما علينا. يعني بإذن الله إن شاء الله نحاول نشرح مادة الأوبريتنج سيستم تاني. مادة عامة الأوبريتنج سيستم مهمة جدا يعني في مجالنا، على الأقل نحاول إحنا نذاكرها، ما نكونش بنذاكرها بس كمان إحنا في الكلية يعني إن شاء الله. تمام. وفي نقطة بس أنا أتذكر إخواننا في غزة، يعني ربنا ينصرهم إن شاء الله على عدوهم يعني، ويبارك اليهود الأعداء الدين، اللهم آمين. بإذن الله إن شاء الله هنبدأ نشرح دلوقتي. طب بيقول لك أول حاجة، بيقول لك إن الأوبريتنج سيستم بيحاول يمانج البروسيس والثريدز. تمام، في كذا بقى أنواع. تمام، اللي هو مثلا لو قلنا كده، فهو عندك مثلا بيقول لك المالتي بروجرامينج. إيه المالتي بروجرامينج؟ المالتي بروجرامينج هنا بيقول لك انك يكون عندك كذا بروسيس، بواحد باثنين بثلاثه، بس عندك يوني بروسيسور، يعني عندك بروسيسور واحد بس، واحد سي بي يو. تمام، المالتي بروسيسنج عندك كذا بروسيسور برضو، بواحد باثنين بس عندك كذا بروسيسور. تمام. هنا برضو بقى ديستريبيوتد بروسيسنج بيقول لك انك هيكون عندك بروسيسور بواحد باثنين بثلاثه، بس بواحد وباثنين ممكن يكونوا شغالين على جهازين، يعني مش هيكونوا شغالين على جهاز واحد. تمام، فدي بس يعني مسميات تكون عارفها. ماشي. الشابتر ده عامة بيتكلم عن الكونكرنسي. تمام، يعني ايه الكونكرنسي ولا ايه الدنيا؟ يعني هنقول بس مقدمة سريعة قبل ما نخش في الدنيا. الكونكرنسي، انا مثلا انا كيوزر، انا مثلا عندي كذا بروسيسور، قصدي انا كسيستم انا عندي كذا بروسيسور عايزة تشتغل. تمام، وانا عندي مثلا بروسيسور واحد، ماشي، واحد سي بي يو، فانا عشان عايزهم يشتغلوا، فيا اما هدخل مثلا بي واحد خلص شغلك، بي اتنين خلص شغلك، بي تلاتة خلص شغلك، كذا كذا كذا. بس الحوار يعني هياخد وقت كتير، يعني اللي هو انت ما بتستغلش افضل حاجه، غير ان بي واحد مثلا ممكن تطلب حاجه من الاي او مثلا، فيحصل لها انترابت، فيبقى بي واحد كده واقف اساسا، السي بي يو مستني الطلب بتاعها يجي، السي بي يو واقف كده ما بيشتغلش. فانت دلوقتي انت يعني ضيعت وقت كتير، فانت بتكون عايز تعمل اوبتمايزيشن وتستغل الوقت ده. تمام. فانت عايز بعض الشغل مثلا يعني تخيل بي واحد حصل لها بلوك، يعني ايه؟ يعني هي دلوقتي ما بقتش شغاله، مستنيه طلب مثلا، مستنيه مثلا انبوت اوت بوت، حاجه يجي منها مثلا، مستنيه ريزلت معينه كذا. فطالما حصل لها بلوك مثلا، اشغل باثنين، اشغل بثلاثه. فالكونكرنسي عامه اللي هو ايه؟ انك تشغل مثلا كذا بروسيس، كذا بروسيس يشتغلوا حتى باراليل، او مثلا واحده اتعملها انتربت، واحده تخش غيرها، او يشتغلوا باراليل زي ما ذكرنا. بس الفكرة في مشكلة، وهي إن مثلا فرضا يعني ده كان المثال المشهور، يعني إن مثلا بي واحد وبي اتنين، فمثلا أنت الفكرة إنهم يشتغلوا برضه بارلل مثلا، أو يشتغلوا مع بعض، يشتغلوا كذا، بتحاول تعمل أوبتمايزيشن للسيستم، بس برضه ما يلعبوش في الريسورسز بتاعت بعض. بمعنى أنا مثلا عندك برانشين من البنك، تمام، ده برانش واحد وده برانش اتنين. ماشي، برانش واحد، فبنك مثلا عنده كذا برانش، فأنا مثلا عايز أقرأ الحساب، فأنا بقرأ، فانا هنا هعمل مثلا ريد للي هو البالانس، ودوت برضو عمل ريد للبالانس. تخيل مثلا ده كان زود 1000، ودوت راح قايم مثلا ده عمل ريد بعده بشويه، ماشي، ده زود 1000 اهو، يعني مثلا اقول الحساب كان 10، ده عمل ريد هنا، ماشي، ده زود 1000 وبعدين قال لك خلاص رايت، ماشي، اكتبه. فالمفروض دلوقتي كام؟ 1010 كده، المفروض كده كام؟ 1010، صح. راح قايم هنا مثلا قال لك طب زود لي 10 بس، تمام، فقال لك هنا هتروح قايم تزود 10، وبعد كده تروح قايم تعمل رايت. لما تعمل كده انت دلوقتي، بمعنى اصح انت هنا المفروض كنت خلاص، كان المفروض هنا 1010، صح، وهنا المفروض ان ده زود كمان 10، فالمفروض التوتال معاك طلع 1020. هتلاقي البتاع طلع معاك كام؟ طلع 20 بس. ليه؟ عشان الرايت ديت ضغط على دي، او بمعنى اصح عملت اوفر رايت عليه. فبالتالي انت مثلا هنا ما هندلتش انك الاثنين يعني يحاولوا يستسلموا الشيرد ريسورس مع بعض، فكده لا، فكده حصل مشكله. فالكونكرنسي انهم يشتغلوا بارلل برضه، وبس ما فيش واحد مثلا يعمل اوفر رايت على الثاني، واحد يضغط على الثاني، وهكذا. وفي كذا انواع وهنشوفها دلوقتي واحنا ماشيين، بس دي بس يعني ايه مقدمه تحاول تفهمك الثاني ان شاء الله. ودي عامه المشكله اللي احنا كنا بنقولها، بس دي بخط احسن بشويه، بحيث لو ما حدش كان ايه واخد باله من فوق. تمام، هو انا خلاص المفروض هنا 1010، راح قام هو هنا قال لك هنا المفروض كانت 1010 وخلاص وخلصنا، راح قام دوت زود عليها 10، وبالنسبه له هو شايفها لسه 10، مش شايف الابديت، فخلاها 20، وراح قام عمل اوفر رايت بس. تمام،
المشكله دي بقى بتحدث بثلاث اشياء، تمام؟ مثلا المالتيبل ابلكيشنز، لو انت عندك مثلا كذا ابلكيشن شغال مع بعض، فانت عشان تهندلهم برضو، فدي برضو هتكون محتاج تهندل الكونكرنسي، تمام؟ ممكن يكون عندك ابلكيشن واحد، تمام، بس بيقول لك استراكشر، عارف مثلا اقول لك ايه؟ عندك مثلا الاو او بي، مثلا انت كنت بتكون مقسمها مثلا كلاسز، فانكشنز، حاجات زي كده. فانت برضو عندك الابلكيشن انت مقسمه برضو كذا بروس، مقسمه بي واحد بي اتنين. مثلا عندك ابلكيشن لجمع، مثلا بي واحد مثلا بتاخد الانبوت من اليوزر، بي اتنين مثلا بتجمع، بي تلاته مثلا بتعرض الجمع، فاهمني؟ فبيكون برضو انت مقسمها كبروس، فلازم يكونوا برضو كونكرنت. كونكرنت معناه ان بيحصل لهم كونكرنسي، تمام. ممكن برضو الاوبريتنج سيستم، الاوبريتنج سيستم اساسا في بعض الاحيان بيكون عباره عن سيت اوف بروسيس او ثريدز، فانت برضو لازم تهندل الكونكرنسي ساعتها. دي بعض بقى يعني التعريفات اللي لازم نكون عارفينها، او بس كده كده يعني ايه ان شاء الله واحنا ماشيين هنبقى نشرحها يعني بإذن الله. في حاجه يا شباب اسمها انترليفنج واوفرلابنج، تمام، عايزين برضو يعني ايه نوضحهم بس الاول كده سريعا، عشان يعني ايه لو قراتهم تكون فاهم. مثلا عندك هنا الانترليفنج بيحدث في البروسيسور، اللي هو البرنامج اللي مثلا يكون فيه وانس فيو بروسيسور واحد، تمام، يوني بروسيسور. انما الاوفرلابنج والانترليفنج بيحدثوا في التو بروسيسور. الانترليفنج بمعنى انا مثلا شغال بي واحد، عارفين زي مثلا يعني ايه، مش بي واحد مثلا هشغلها شويه، الجزء الاخضر ده معناه شغال، انا شغلتها شويه، تمام، بعد كده اروح تايم مشيتها، اطلع بره شويه بقى، خلي دور لغيرك، بروسيسور 2 اشتغل، البروسيس 2 اشتغل، بعد كده خلاص اطلعي بره، تيجي مثلا بروسيس واحد تشتغل، ايا كان بقى الطريقه اللي هم يشتغلوا عليها بقى، شغالين راوند روبن، شغالين فيرست ان فيرست اوت، الى اخره، يعني احنا مش هنركز في الطريقه، تمام. بس الفكره ان كده بيحدث ايه، انترليفنج، اللي هو يعني ما بنخلص البروسيس كلها كامله، مش ده مثلا فيرست ان فيرست اوت، ده مش فيرست ان فيرست اوت، ما بيشتغلش البروسيس كامله، بروسيس كامله وبعدين يدخل اللي بعده، تمام. فهو ايه بيعمل انترليفنج، اللي هو ايه تناوب ادوار، يعني هشغلك شويه انت تشغلني شويه كذا، تمام. بس ده وان بروسيس، وان بروسيسور، تمام، واحد سي بي يو. انما المالتي بروسيسور او اثنين ثلاثه فيما اكثر، يعني بيحدث انترليفنج برضو، بيحدث تناوب ادوار واوفر لابنج. اوفر لابنج يعني ايه؟ يعني مثلا لو تلاحظ ان بروسيس واحده شغاله، ايه ده، ده بروسيس اثنين برضو شغاله معاها في نفس الوقت، شغاله معاها في نفس الوقت. هنا مثلا هتلاقي بروسيس واحد برضو شغاله وبروسيس اثنين ايه شغاله برضو معاها. هنا مثلا هتلاقي في الجزء دوت بروسيس ثلاثه شغاله وبروسيس واحد ايه شغاله معاها، تمام. فده بس يعني دلوقتي. فبيقول لك مثلا ان في اليوني بروسيسور انت ما تقدرش تعمل بريدكت للسبيد بتاع اوف الاكسكيوشن. ليه؟ يعني انا مثلا هل اقدر مثلا اقول البي واحد دي هتخلص مثلا في 10 دقائق، هتخلص في 20 دقيقه؟ لا، زمر، مش تقدر تقول حاجه زي كده. ليه؟ عشان في كذا نقطه. اولا ممكن بروسيس واحد تكون معتمد على بروسيس اثنين مثلا، فمستنيه ناتج منها، فانت مش هتقدر تعمل كده، انت لازم تخلص بروسيس اثنين الاول عشان الناتج، بعدين ايه تروح لبروسيس واحد. غير طبعا احنا عارفين ان في كذا نوع من الانتربت، فهيكون على حسب برضه نوع الانتربت، تمام. هل يحدث انتربت مثلا وبعد ما الاي او يجهز نروح ايمن نروح لبروسيس واحد على طول، ولا نكمل في ما بص انت مثلا شغال بروسيس واحد، حدث انتربت، قال لك انا طالب حاجه من الاي او، فبروسيس قال لك خلاص نشغل بروسيس اثنين. هل بقى نوع الانتربت مثلا اول لما الاي او دوت يجهز هنروح لبروسيس واحد على طول، ولا نكمل بروسيس اثنين بعد ما نخلص هنروح لبروسيس واحد؟ على حسب برضو نوع الانترابت، تمام، على حسب نوع الميكانيزم اللي انت شغال بيه، اللي هو مثلا راوند روبن، فيرست ان فيرست اوت، كذا كذا كذا، كلهم بيختلفوا في الوقت. فهو هو ديت الثلاث اسباب اللي هو ممكن يعمل يكون ديبند عن اذر بروسيس، او مثلا الواي برضو اللي اس هيهاندل الانتربت، او السكادجول برضو بليسز وكده، اللي هي مثلا قلنا راوند روبن الى اخره، تمام. فبيقول لك ايه الصعوبه في المشاكل اللي بتواجه الكونكرنسي. اول شيء اللي هو احنا قلنا شيرنج اوف جلوبال ريسورسز، ده المثال اللي احنا ذكرناه هنا اهو، ده المثال اللي احنا ذكرناه هنا، الاثنين بيشيروا بيه اللي هو البالانس، والاثنين بيعملوا رايت وريد في ات سيم تايم، فبوظ الدنيا. بيقول لك صعوبه الاو اس انه يمانج الالوكيشن اوف ريسورسز، بمعنى انا مثلا ممكن انا بي واحد انا طالب ريسورس معايا، تمام، الاو اس رايح يديهولي هوب راح قايم خلى البي واحد بلوك، هو ممكن الاو اس يفتكر انه كده اداهولك، فاهم؟ ففي بعض النقاط برضو انك تهندل حكايه الريسورسز او الالوكيشن بتاع الريسورسز هتكون صعبه على الاو اس.
او ممكن مثلا رايح يديني البتاع دوت، رايح يديني الريسورس دوت، لقى مستخدم بطريقه معينه، مستخدم من واحد تاني، مستخدم من بروسيس اتنين مثلا، بروسيس اتنين خلصتها جاي يديها البي واحد، جت بروسيس تانيه ليها بريوريتي، ليها اولويه زياده عن البي واحد، جت مثلا بي ثلاثه فرضا مثلا البريوريتي بتاعتها خمسه ودي بريوريتي بتاعتها اتنين، فهدي الريسورس البي واحد ولا بي ثلاثه؟ لا هديها البي ثلاثه، بي واحد يخليه قاعد كده زي الغلبان، مش راضي الريسورس بتاعه، مش راضي كل شويه ما يجي ياخده، يلاقي مثلا بروسيس ثانيه جت البريوريتي بتاعتها اعلى، فاهمني؟ فالحاجات اللي الالوكيشن ريسورس برضه بيبقى صعب ان هي يتحل. بيقول لك طبعا بقى ان اللهم صل وسلم زي ما بيقول سيدنا محمد، صعب انك اساسا تهندل الايرورز، عشان اساسا ساعات بتحدث اشياء انت مش متوقعها او انت مش محددها، فاهمني؟ بس واحنا بقى عشان يعني نضمن ان البروسيس بتاعتنا تشتغل يعني في كونكرنس واي مثلا، فاحنا لازم نعمل حاجه اسمها انفورس ميوتشوال اكسكلوجن، تمام؟ اللفظ ده يا شباب بيتكرر كتير كتير كتير، فيعني نكون عارفين ميوتشوال اكسكلوجن معناه ايه؟ ان انا هخلي بروسيس واحده تشتغل، كل البروسيس التانيين واقفين يتفرجوا، ما يشتغلوش، ما يمسوش اي حاجه، تمام؟ بروسيس واحده مثلا هنا، مثلا فين؟ هنا بروسيس واحد قالت انا هعمل ريد للبي او هعمل رايت، خلاص انت تقف بس تزمر، عايز تعمل اقول لك ويت ويت ويت، اول لما يعمل رايت بتاعه خلاص. يعني بص احنا ممكن نعمل ايه، هنروح من الخطوات ديت راح تنقلها تحت شويه كده، بس وقت ما هو يعمل رايت ويخلص دنيته خلاص توكل على الله اشتغل، يعني تمام. فانت دي حاجه اسمها ايه، ميوتشوال اكسكلوجن، اللي هو يكون يعمل انفورس في بروسيس واحده، هي يجبرها هي اللي تشتغل والباقي بقى تلمس اي حاجه، تمام؟ فطبعا الحكايه دي مش سهل ان يعني مش سهل انه يهندلوها، فهنلجا يعني بعض المساعدات، فهيكون بقى عندنا 3 طرق دول باذن الله ان شاء الله ايه هنتكلم عنها، السيمافورز والمونيتورز والميثود باس، تمام؟ وهنا مثلا بيذكر لك مثال، يعني بيقول لك ايه، ان مثلا افرض المتغير ده، بص ممكن نطلق على ده اكس برضه، يعني ده اكس مثلا ودوت واي، ماشي؟ فبيقول لك فرضا مثلا ان الاكس دوت بيستقبل بتعمل اليوزر، بيستقبل الكاركتر مثلا، فانت دخلت له مثلا حرف الايه، ماشي؟ ودي بروسيس واحد، راح عامل البروسيس دي حصل لها انتربت، البروسيس دي حصل لها انتربت، فقال لك خلاص البروسيس اتنين اشتغلت، وانت بتدخل لها الحرف انت دخلت حرف مثلا بي، تمام؟ البروسيس اكس دوت ده شيرد، معناه ايه؟ انه جلوبال، يعني اي حد شايف الاكس، فانت دلوقتي بالنسبه لك الاكس بقى بيساوي بي، صح؟ والواي كذلك هيساوي البي، وتروح انت تطبع الواي. هنا بقى لما يجي يشوف الاكس، هنا المفروض بالنسبه له الاكس دي دلوقتي كانت فيها الايه، صح؟ بس هو اتعمل لها اوفر رايت من اساسا بروسيس 2، بدل ما كان فيها ايه بقت فيها بي، فكده برضو تعمل ايه مشكله. انما مثلا لو كنت مهندلين حكايه الميوتشوال اكسكلوجن، كان اول لما واحد مثلا يخش يعمل بروسيس دوت ياخد الكاركتر، يقول له انتربت، يقول له لا استنى اركن انت دلوقتي، اخلص الدنيا بتاعتي وبعد كده عايز نشتغل على بروسيس بي 2، البروسيس الثانيه كان بيه، فاهمني؟ عندك بقى حاجه تانية اسمها ريس كونديشن. الريس كونديشن دوت معناه ايه؟ اتنين بيتسابقوا، فانت عندك مثلا بروسيس بي 1 وبي 2، تمام؟ عندك الاي بيساوي 1 والبي بيساوي 1 كذلك، تمام؟ فانت ممكن او خلي مثلا البي بيساوي 2، ماشي؟ البروسيس بي بتعمل ايه؟ بي 1 بتعمل ايه؟ بتقول لك البي بيساوي بي بلس ايه، والبروسيس 2 بتقول لك الاي بتساوي ايه بلس بي. فهنا انت هتعتمد على الريس كونديشن، بمعنى ايه؟ اللي يخلص الاول، يعني مثلا بي 1 هو اللي هيتنفذ الاول، بي 1 هيتنفذ الاول، يبقى انت عندك مثلا كده يبقى البي هتكون بتساوي كام؟ 3، صح؟ تمام. طيب بعد كده المفروض ننفذ هنا بقى البي 2، فكده المفروض الاي هتساوي هنا كام؟ الاي هتساوي 4 دوت. دي في حاله ايه؟ دي في حاله تنفيذ البي 1 الاول. طب لو جينا ننفذ البي 2 الاول، هتقول الاي هتساوي 3، صح؟ تمام. بعد كده البي، تمام، البي هتساوي كام؟ 3 زائد 2 ب 5، يبقى فعلا النواتج مختلفه، صح؟ فده اسمها ريس كونديشن، اللي هو بناء على البروس اللي هتشتغل الاول، فالناتج هيطلع مختلف طبعا، يعني ايه مش صحيح. فبيقول لك بقى بعض الاو اس لازم يمانج بعض الحاجات، اول حاجه انه يعني يعمل تراك، لو في كذا بروسيس شغاله يكون مخلي باله ايه اللي شغاله دلوقتي، بي واحد اللي شغاله دلوقتي ولا بي اتنين ولا كذا، تمام؟ يعمل اللوكيت ودي لوكيت للريسورس، يعني بي واحد مثلا طلبت حاجه اديها له،
وقت ما بي واحد وقت، ولو حد طلب الحاجه ديت مثلا، حد طلب الريسورس اكس، اقول له لا ده مشغول دلوقتي، وقت ما بي واحد تخلص خلاص اخليه بقى، اخليه بقى فري، بحيث لو بي اتنين طلبته اقول له خلاص ماشي اتفضل خده، وهكذا تمام. وطبعا ان تعمل بروتكت برضو للداتا الجلوبال، مثلا داتا اللي احنا كنا عمالين نغير فيها ديت، مثلا حاجه زي البالانس اللي احنا كنا ذكرناها فوق، يعمل بروتكت ليها بحيث ان محدش يغير فيها غير بروسيس واحده ات تايم. تمام. وبيقول لك انشور يعني ان البروسيس والاوتبوت ار اندبندنت اوف ذا بروسيسنج سبيد، بمعنى يعني مثلا هنا لو بي واحد اشتغلت الاول هتطلع لك نواتج مختلفه، تخلي البي بيساوي 3 والاي بيساوي 4، لو بي 2 اشتغلت هتخلي الاي بيساوي 3 والبي بيساوي 5. فهو بيقول لك ان الاوت بوت تكون ثابته، يعني سواء بي 1 اشتغل الاول بي 2 اشتغل الاول، الاوت بوت يكون ثابت، يعني يكون اندبندنت عن عن سرعتهم يعني او من الشغل. هنا الجدول ده بيوضح البروسيس انتر اكشن، فبيقول لك الديجري اوف اويرنس، يعني مثلا في بعض البروسيس يعني مثلا بي 1 ممكن يكون شغال وهو ما يعرفش اي شيء بتاتا عن بي 2، ممكن يكونوا مثلا الاثنين بيشيروا حاجه، فانا عارف ان موجود في بيت، انا عارف ان في بروسس معايا بس مش عارفها، يعني هتكون حوار الاندايركت تمام. يعني انا ايه عارف ان في بروسس معايا بس مش عارف هي مين، بس في بروسس معايا، ممكن بي 1 وبي 2 بيتواصلوا مع بعض بالكوميونيكيشن تمام، يعني بيعملوا كوميونيكيت مع بعض، فلو الاثنين مش عارفين بعض فهيحدث حاجه اسمها كومبيتيشن. ايه الكومبيتيشن ديت بقى؟ ويعني هنوضح الحاجات الدنيا دي. اول نقطه يا شباب، لو البروسيس واحد مش عارف اي شيء عن البروسيس 2، مش عارف اصلا انها موجوده تمام، فانا البروسيس هيحدث بينهم كومبيتيشن، اللي هو ايه، ممكن الاثنين في نفس الوقت يكونوا محتاجين مثلا الريسورس اكس، فمين اللي هياخده؟ هيتنهم يتخانقوا تمام. فبيحدث كومبيتيشن انهم ياخدوا ايه الريسورس. ففي الحاله دي بيحدث قد نتعرض لثلاث انواع من المشاكل تمام. اول واحد الميوتشوال اكسكلوجن تمام. الميوتشوال اكسكلوجن قلنا ان احنا بنكون عايزين مثلا ان بروسس واحده هي اللي تشتغل على الريسورس دوت لحد ما تخلصه، بعد كده خلاص تخليه ايه متاح تمام. بس قلنا ان صعب ان الاو اس لوحده يهندلها، فالاو اس صعب لوحده انه يهندلها، فبنكون محتاجين حاجات يعني ايه، بنكون محتاجين هاردوير سبورت زي مثلا سيمافورز او مونيتورز او مسج باسنج اللي احنا ذكرناه تمام. فايه اللي يحدث؟ مثلا تخيل بي 1 وبي 2 طالبين الاكس، فتمام. ففي الحاله ديت الاكس يسمى كريتيكال ريسورس تمام، كريتيكال ريسورس الناس بتتخانق عليه تمام. فاول لما يتاخد، ففرضا سمى اديناه البي 1، بي 1 ايه خدت الاكس، البي 1 اثناء تنفيذ اول لما تيجي تستخدم الاكس، يعني مثلا تخيل بي 1 الكود بتاعها اهو بدانا نستخدم هنا الاكس، ده اسمه كريتيكال سيكشن. الكريتيكال سيكشن ما لازم يكون في بروسيس واحده هي اللي شغاله، يبقى وان بروسيس تمام، يبقى ده هيكون حاجه اسمها ايه كريتيكال سيكشن. فالكريتيكال سيكشن هو الجزء من الكود اللي انا بستخدم فيه الريسورس اللي احنا ايه بنتخانق عنه تمام. فهو بيقول لك ان الاو اس صعب انه يهندل الميوتشوال اكسكلوجن لوحده تمام. فدي تعد اول مشكله. ثاني مشكله وهي الديدلوك. الديدلوك ده عشان نسمع اللفظ ده كتير، الديدلوك تخيل انا بي واحد انا اخدت ريسورس اكس، بي 2 او خليها ار 1 ماشي، بي 2 انا بستخدم الريسورس ار 2، هوب هوب ادركت ان البي 1 انا محتاج ريسورس ايه ار 2 كمان، انا عايز الار 2 بعد اذنك، وبي 2 ادرك ايه ده انا عايز الريسورس ار 1، انا دلوقتي مستني ار 2 مش فاضي، انا قاعد مستني ويت 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 انه يخلص، بي 2 مستني ار 1 ويت ويت ويت، ودوت ولا هيسيب ار 1 عشان هو مستني ار 2 عشان يخلص دنيته، وده ولا هيسيب ايه ار 2 عشان هو مستني ار 1 عشان يخلص دنيته. ففي الحاله دي انت ترمي البرنامج، عشان كده كده من الاخر مش هيحدث اي شيء، اول لما الديد لوك يحصل دوت فخلاص البرنامج بتاع تهندل، يعني في طرق بقى بتتهندل في شابتر 6 يعني ان شاء الله تمام. ديت ده دي المشكله الثانيه. المشكله الثالثه وهي الستارفيشن، ستارفيشن هي الار عامله زي الفي بس ما علينا ماشي. ستارفيشن ايه الستارفيشن؟ تخيل مثلا انت عندك بي 1 بي 2 بي 3، قلت له يا معلم اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد احنا طالبين الريسورس اكس، قلت له طيب خلاص هندي بالدور، بي 1 اخد تمام، اخد اكس تمام. دلوقتي مين اللي بيتخانقوا؟ بي 2 بي 3
راح عامل او اس اختار راندوم، فقال ادى للبي 2 تمام، ادى للبي 2 بعدها، فخلاص ما بقاش موجود. دلوقتي مين اللي بيتخانقوا؟ بي 1 بي 3. الاو اس اختار راح قام ادى لبي 1، قال لا 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 بي 3 واقف في زينه بقى ولا ايه؟ بعد كده بي 2 بي 3 بيتخانقوا، راح قام ادى لبي 2. هنا يحدث استرفيشن، بمعنى ان هو كنسلوا بي 3 من الاخر، استرفيشن اللي هو مجاعه، يعني بي 3 ما اشتغلتش خالص، يعني كنسلوها من الاخر من الوجود، عمالين يبدلوا بي 1 بي 2. فهنا ممكن برضو قد يحدث ايه؟ استرفيشن. هنا مثلا برضو الميوتشوال اكسكلوجن بقى بيقول لك ايه، هو انا اشتغلت مثلا، انا الريسورس اللي بيتخانقوا عليه الكريتيكال ريسورس هو الاكس، اول لما اخد الاكس انا هنا اخدت الاكس، بروح انا داخل الكريتيكال سيكشن بتاعي، الكريتيكال سيكشن محدش يقدر يشتغل غيري انا اللي شغال بس، اول ما اخلص كريتيكال سيكشن خلاص اروح قايم سايب الاكس، لو حد عايز ايه يشتغل بيه كنبه. تمام. النوع الثاني ان البروسيس تكون indirectly aware of each other، بمعنى اللي هو مثلا الاثنين بيشيروا حاجه، يعني مثلا الاثنين عندهم اكسس للعنصر اكس، اكسس للجلوبال مثلا دوت واي كذا، تمام. فهم يعني انا عارف ان في بروسيس معايا تانية اكسسها اكس، اه انا ما اعرفش مثلا اسمها ولا طريقه اتواصل معاها، بس انا عارف ان في واحده كمان ايه بتشتغل معايا، فهنا هيحدث بقى الكوبريشن باي شيرنج. فهنا برضه هيحدث نفس الثلاث من المشاكل مع مشكله زياده، الداتا كوهيرنس اللي هي ايه بقى؟ بص انت اساسا المفروض طالما انت بروسيس وعارف ان في غيرك شغال معاك على نفس الداتا، انت المفروض اول لما تيجي تشتغل، احنا مثلا هشتغل هنا، اقول له بعد اذنك اي بروسيس شغال على اي بي اركنه، انا دلوقتي انا اللي شغال تمام. فمثلا عندك الاي كانت مثلا باثنين او خليها بواحد ايا كان، يعني تفرق كتير، واحد بواحد تمام. فانت هنا لما تجمعه يبقى هتبقى الاي باثنين والبي باثنين، بروسيس اثنين تيجي تشتغل بعدك، تروح انت تضربها، بقت هنا باربعه، بقت هنا باربعه تمام. هل في اي مشكله؟ هنا ما فيش اي مشكله، ليه؟ عشان بروسيس بي اشتغل خلص دنيته، بعد كده بروسيس 2 اشتغلت وخلصت دنيتها بعد. بس قد يحدث مشكله، وهي تخيل بقى انه ما مشيش بالشكل بالترتيب دوت، اللي هو يخلص بي 1 وبعدين يخش على بي 2، لا ده خلص انستراكشن من بي 1 وبعدين قال لك ايه نخش نشوف بي 2 ناخد كمان انستراكشن منه. هنا مثلا هتبقى هنا الايه هنا بكام؟ ب2، البي انت ضربتها ب2 بقت ب2، البي بقت ب3 هوب بقت تتبرع، هل طلع نفس الريزلت؟ لا ما طلعش نفس الريزلت، حصل هنا مشكله تمام. فديت المشكله اللي احنا ذكرناها. هنا الحوار ده كان كله يتحل بالايه؟ ميوتشال اكسكلوجن، اللي هو ايه؟ اول لما البي واحد يجي يبدا يشتغل على الاي وبي، يقول لك انتر مثلا الكريتيكال سيكشن بتاعه، يشتغل عليهم، بعد ما يخلصهم يقول اكزيت بقى، اكزيت الكريتيكال سيكشن، دلوقتي دول بقى ممكن ياخدهم برضو ويروح عامل حاططهم في ايه؟ في كريتيكال سيكشن، بحيث لو في مثلا بروسيس 3 عايزه تعدل عليهم وهكذا تمام. تمام. النوع الثالث بقى بيقول لك انهم هما دايركتلي عارفين بعض، يعني بروسيس بي 1 عارفه بي 2 تمام، فهنا هيحدث كوبريشن باي كوميونيكيشن. بس في نقطه هنا هتقول ايه ده، مفيش ميوتشوال اكسكلوجن ليه في المشاكل؟ عشان هنا هم اساسا مش عاملين شير لاي ريسورس مع بعض، فمش هيحدث مشكله، يعني مفيش مثلا مش مشيرين اي وبي، مش فمش هيحدث اي مشكله. طيب ليه حدث الاستارفيشن والديدلوك؟ هما عباره عن كوميونيكيشن، فبيبعتوا مسج، تخيل مثلا ان بي 1 وبي 2 الاثنين بلوكت، يعني دي انا مستنيه المسج من بي 2 اقول لها خلاص مثلا اشتغلي او حاجه زي كده، انا عامل بلوك مثلا عشان بحسب ان بي 2 مثلا هتستخدم حاجه تمام، وبي 1 كذلك برضو عامله بلوك عشان بحسب ان بي 2، وبي 2 بتاعها عامله بلوك عشان بحسب ان بي 1 مشتغل حاجه، فدي بتعمل لها بلوك ودي بتعمل لها بلوك، دي مستنيه رساله من ديت تاكد عليها، ودي مستنيه رساله من دي تاكد عليها، الاثنين هيخلوهم واقفين ايه، هيحدث هنا ايه ديد لوك، ممكن يحدث استرفيشن. بي واحد مثلا بتبعت مسج، بتبعت مثلا البروسيس 2 وبروسيس 3، بروسيس 3 ردت عليها، فهي مش عارفه مين اللي رد عليها، راح تاني بعت مسج ثاني بروسيس 3 ترد عليها، بتبعت مسج ثالثه بروسيس 3 ترد عليها، يحدث هنا استرفيشن لبي 2، بي 2 ايه ركنوها. عشان بقى يحدث الميوتشوال اكسكلوجن اللي بنقول ان هو هيهندل الدنيا ديت شويه، فقال لك ان لازم يكون بي انفورسد، بمعنى البروسيس واحده هتشتغل في الوقت غصب عن عين التخين، من الاخر هتشتغل تخش الكريتيكال سيكشن بتاعها هي اللي تشتغل، بعد كده خلاص كنبه تمام. في حاله انهم مثلا بيعملوا اكسس مثلا لاكس، مثلا اكس مثلا ده شيرد ريسورس، خلاص يبقى بي واحد تخش السيكشن ما فيش حد يقرب من اكس، ما فيش حد يلمع تمام. تمام. وبيقول لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بعد ما البروسيس بي مثلا خلصت السيكشن بتاعها خلاص ما تجيش تقرف باقي البروسيس، خلاص
خلصت اركني عشان غيرك يخش على طول، ماشي؟ يعني خلصتي خلاص اركني، ابعدي يعني. تمام. وبيقول لك برضو اللهم صل وسلم زي بارك على سيدنا محمد. ما ينفعش مثلا انا بروسس اثنين، طالب ان انا اخش الكريتيكال سيكشن، طالب ان نعمل اكس، ان خلاص يخلوني ويت 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 ويت، كل شويه يجي مثلا بروسس تاخد الاكس، بروسس تاخد الاكس، بروسس تاخد الاكس، ودوت يحدث له استرفيشن. فديت برضو تتهندل. تمام. بيقول لك اللهم صل وسلم وزي بارك على سيدنا محمد. انا مثلا بثلاث، انا داخل بقول يا جدعان انا طالب اكس عايز اخش كريتيكال سيكشن، ايه ده مفيش حد، خلاص خش على طول مش هتستأذن. تمام. وهنا بيقول لك طبعا مش هي، احنا فوق قلنا اساسا ان ما ينفعش تحدد وقت البرنامج هيخلص امتى كذا، عشان انت مش ضامن السبيد، مش ضامن الانتربتس اللي يحدث وهكذا. تمام. فبيقول لك no assumptions are made about the process speed or number of press. تمام. فاللهم صل وسلم وزي بارك على سيدنا محمد. وبيقول لك ان البروسيس يعني مثلا بي واحد دخلت الكريتيكال سيكشن خلاص، لا مش هتستحلى انت ليك مثلا، احنا هتحط وقت مثلا وليكن اكس من الوقت 10 ثواني مثلا، خلصت دنيتك فيهم كنبه، ما خلصتش هتطلع بره يشوف غيرك. تمام، ما عشان لا يحدث يعني ايه استارفيشن. فهنحتاج هاردوير سبورت. الهاردوير سبورت بيقول لك انتربت ديسيبلنج، اللي هو ما نسمحش باي انتربت. الحوار ده هيبقى يعني كويس في اليوني بروسيسور لو هو في بروسيسور واحد. تمام. طب ليه؟ مثلا انت شغال اهوت، انا شغال، اول لما اجي اخش الكريتيكال سيكشن بتاعه اروح ام ديسيبل انتربت، مفيش اي بتاع يعطلني، اخلص شغلي على اكس بعد كده خلاص اروح ام ايه اعمل انيبل للانتربت، عايز تعطلني كنبه خلاص انا خلصت دنيتي مش فارق يعني. تمام. بس المشكله ان ايه، لو مثلا عندك كذا، عندك مالتي بروسيسور، فانا عندي سي بي يو واحد اهو، سي بي يو اتنين اهو، ماشي، عندك سي بي يو واحد، سي بي يو اتنين، سي بي يو تلاته، البروسيسور دخلت، البروسيسور دخلت، البروسيسور دخلت، البروسيس واحد دخلت، البروسيس اتنين دخلت، البروسيس تلاته دخلت، قالت عملت فعلا اللي هو ديسيبل انتربت. بس الفكره ان التلاته شغالين في نفس الوقت، فالتلاته شغالين على نفس الداتا، فانت دلوقتي ما عملتش ميوتشال اكسكلوجن. تمام. فالحوار دوت يعني يحدث في اليوني بروسيسور، انما مالتي بروسيسور لا. فنلجا بقى لحاجه تانيه برضه هاردوير سبورت، وهي الكومبير اند سواب انستراكشن. تمام. طبعا في فانكشن بس مش هنتطرق ليها يعني، مش هنشرحها، هي بسيطه عامه. بس عامه يعني ايه الفكره؟ بص اللهم صل وسلم وزي بارك على سيدنا محمد. انت هيكون عندك كذا بروس، كذا بروسيس. تمام. البروسيس دول كلهم في مثلا جلوبال بتاع اسمه اكس، او هو مسميه بولت فهنسميه بولت، ماشي. البولت دوت ده اللي بيدل هل في بروسيس موجوده. يعني مثلا انت عندك الشيرد ريسورس اكس، فهل بيقول له هل في بروسيس موجوده في الكريتيكال سيكشن بتاعها او شغاله على الاكس ولا لا. فالبولت كل واحد بيعمل له يعني ايه اسمها ايه، اللهم صل وسلم زي بارك على سيدنا محمد، بيشك على البولت دوت. لو البولت دوت مثلا هو دلوقتي هو بيقول لك لو قيمته بزيرو، فدي معناه ان محدش شغال، خش انت اشتغل. تمام. وبتروح مخليه بواحد، بعد ما تخلص شغلك بتخليه بزيرو. فانا فرضا مثلا انا عندك مثلا البي واحد، انت لسه بادئ البرنامج ماشي، هو بزيرو. فالبي واحد دخلت، البي واحد دخلت هتخليه بواحد، بي اتنين جاي تشوفه لقيته بواحد، بي تلاته جاي تشوفه لقيته بواحد، خلاص هتخليها تشوفه كل شويه واحد، خلاص خش اللوب خش اللوب خش اللوب، حتى انهم يتداخلين في اللوب. لما ده يخلص شغله هيخليه بكام؟ بزيرو. اول لما البي اتنين تلمحه زيرو، هوب هي تروح اما ايه دخل. تمام. هو مش هنتطرق للكود قوي، بس عامة اهوت مثلا انت عندك البولت اهوت جلوبال فاريبل. تمام. وهنا بيقول لك البولت احنا هنعمل له الانيشال فاليو هتكون بزيرو، وهنروح مين مدخلين عندك، بروسيس واحد، بروسيس اثنين، لحد بروسيس ان، ماشي. تمام. فانت تخش على ايه اللي بيحدث فيها بقى، بيروح قايم يعمل كومبير اند سواب، ماشي. احنا قلنا لو هو بزيرو فدي معناها ان تقدر تشتغل، صح. فانكشن كومبير اند سواب ديت لو هو بزيرو هيطلع لك زيرو، لو هو بواحد هيطلع لك واحد. فدلوقتي مثلا انا داخل مثلا انا بروسيس اتنين كان في حد شغال، فانا بالنسبه لي البولت دلوقتي شغال، البولت دلوقتي قيمته واحد، صح. فالفانكشن دي هتطلع لي كام؟ الفانكشن دي هتطلع لي واحد، يبقى انا هخليني قاعد هنا، يعني فين؟ هخليني قاعد هنا دو ناثينج، كل شويه هخش في الانفينيتي لوب دي. هي مش انفينيتي قوي يعني، عشان في بعض الوقت هتلاقي البولت بقت بزيرو هتخرج منها، هتنيك داخل
هنا في وقت ما انت اساسا في حاجه اسمها دو ناثينج، فانت دلوقتي على حاجه اسمها انت في ايه، في بيزي ويتنج او سبين ويتنج، اللي هو ايه، انت قاعد مستني دورك في الاول والاخر، تمام؟ هتخليك قاعد 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 لحتى ما كانت بي واحد اللي كانت موجوده، كانت مخليه بولت بواحد، بقى اول لما خلصت خلت البولت بقت بزيرو، خليته بزيرو، خلاص خلصت شغلها، خلاص اول لما انت تلمح البولت بزيرو خلاص اطلع من اللوب دي بقى. تطلع من اللوب وتخش الكريتيكال سيكشن بتاعك. دخلت الكريتيكال سيكشن بتاعك انت خلاص، انت اول ما تخش الكريتيكال سيكشن بتاعك الفانكشن دي خلت البولت بكام؟ بواحد. خليته بولت بواحد تاني ليه؟ عشان لو في اي فانكشن عايزه تخش يقول له زمر في حد جوه دلوقتي. اول ما تخلص الكريتيكال سيكشن بتاعك ايه، تخلي انت ايه البولت بزيرو، بحيث لو اي في واحد عايز يخش، تمام؟ اتمنى ان تكون ده نفس الحوار، بس دي طريقه تانية اسمها الاكستشينج، الاكستشينج انستراكشن، وهي انك بتعمل سواب او بتغير الاكستشينج انستراكشن. ساعتها انت بتعمل ايه، انت بادئ برضو ببولت بزيرو، ماشي؟ عندك الكي اي بتخليه دايما بواحد، وتروح تعمل اكستشينج هنا. فعملت هنا الاكستشينج لقيته مثلا ده بواحد وده بزيرو، لو اول لما يعمله فالكي اي بقى دلوقتي بقى بكام؟ بزيرو، تمام؟ فهل الكي اي لا يساوي زيرو؟ لا، هو بيساوي زيرو، خلاص خش كريتيكال سيكشن. دخلت كريتيكال سيكشن تخليه بزيرو. نشرحها تاني بس عشان ايه، لو ما وضحتش، هي نفس الطريقه التانيه عامه. انت دلوقتي مثلا برضو بروسيس بي 2، ماشي؟ انت بي 2، فدلوقتي انت بالنسبه لك جيت تشوف البولت، لقيته البولت لقيته بواحد. فهنيجي هنا اول لما نروح يمين نبدل، دلوقتي الكي اي بقى دلوقتي بقى بكام؟ انت المفروض البولت هنا بواحد، صح؟ الكي اي دلوقتي بقى بواحد، ماشي؟ هل الكي اي لا يساوي الصفر؟ اه، الكي اي لا يساوي الصفر. حط لك فين هنا السيمي كولون، فدي انفينيتي لوب، تخليك شغال 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 لحد ما الكونديشن ده يتغير. الكونديشن ده يتغير امتى؟ البي 2 خلصت الشغل، البي 1 خلصت شغلها، خلاص قالت لك خلاص انا خليت البولت بزيرو يا معلم. هل دلوقتي الكي اي هيتغير؟ تمام؟ دلوقتي البولت بقى بزيرو، هل الزيرو لا يساوي الزيرو؟ لا، الكونديشن بقى فولس، خلاص اخرج وتخش انت ايه الكريتيكال سيكشن، وتروح اما يخلي البولت بواحد، عشان لو حد عمل برضه ايه، حد حب يخش فيلاقي البولت بواحد يعرف ان في واحد شغال. اول ما تخلص بتروح اما يخلي البولت الثاني ايه بزيرو، تمام؟ فبيقول لك ان طبعا ميزه يعني انك بتعمل اني نمبر اوف بروسيس، مش فارق معاك عدد بروسيس سواء بقى يوني بروسيس او مالتي، غير ان سيمبل وايزي يعني الهندله بتاعته سهله يعني وكده، تمام؟ وكل بروسيس بالنسبه لها ليها كريتيكال سيكشن ما حدش يقدر يلمسه، وهي اول ما تخش تشتغل ما فيش حد يشتغل فيها، تمام؟ بس طبعا في بعض الديس ادفانتج اللي هي ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ان في بيزي ويتنج، اللي هو في الحاله زي ديت اللي احنا ذكرناها فين، اللي هو انت بيزي ويتنج اللي هو انت قاعد مش ما بتعملش حاجه حرفيا، انت قاعد مستني بس، مستني ان البولت يتغير يبقى بزيرو عشان انت تخش. ففي الحاله دي انت بتعمل كونسيوم للسي بي يو. عندك برضو الاسترفيشن برضو، اه ممكن بي 1 بي 2 بي 3، ممكن البي 1 يغير بولت بزيرو بي 2 يخش، بي 2 تغير البي 1 يخش، يتنوم عمالين ايه يتناوبوا الادوار، وبي 3 مثلا بي 4 يحدث ايه استرفيشن، وبيقول لك الديت لوك برضو ايه ممكن يحدث. نخش بقى يا شباب على السيمافور. السيمافور دوت ولا ايه دنيته؟ بص، هو اولا هتكون عباره عن فاليو، يعني مثلا انت هتكون عامل انيشال فاليو، مثلا فرضا هنذكرها عشان تكون سهله، يعني هتكون مثلا بواحد، تمام؟ تمام. فانت هيكون انت دلوقتي عندك بتعمل ايه، بتجبر البروسيس، بروسيس واحد بروسيس اتنين بيتواصلوا مع بعض عن طريق كوميونيكيشن، يبعتوا مسجات، تمام؟ بيشوفوا هل الدنيا فاضيه ولا لا. فانت مثلا انت هيكون عندك ثلاث حاجات، عندك ثلاثة اوبريشنز بس. اول حاجه انك بتحط انيشال فاليو للسيمافور، وبتعمل سيجنال، وبتعمل الويت، الويت بتعمل ديكريمنت للفاليو، والسيجنال بتعمل انكريمنت للفاليو. اكيد انت مش فاهم حاجه، فبص تعالى واحده واحده في بس يا شباب، بصوا عشان يعني ابداها تاني. السيمافور عندك نوعين، ماشي؟ عندك واحد هيكون الكاونتنج، واحد الباينري، ماشي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكاونتنج تخيل مثلا انا عندي مثلا ريسورس اكس، انا عندي مثلا منه 3، تمام؟ فانا عندي بروسيس 1 بروسيس 2 بروسيس 3 بروسيس 4 طالبين اكس، فهل من المنطق مثلا ان بروسيس 1 تطلب اكس اقول خلاص اقفله؟ ليه؟ طب ما هي هتاخد اكس 1، هتاخد منها 1، تمام؟
فدلوقتي الاكس باثنين، بروسس 2 ممكن تاخد برضه، بروسس 3 ممكن تاخد، بروسس 4 وقت ما تيجي تطلب الريسورس هقول لا الريسورس دلوقتي مش فاضي، دي تروح انت تحطها مثلا في البلوك او تستنى. تمام تمام فدوت الكاونتنج. هنشرح الاول الكاونتنج وبعدين نشوف ايه دنيا الباين. انت هيكون عندك السيمافور عباره عن ايه، هنكون عندها فاليو اسمها كاونت والكيو. تمام تمام انا مثلا بروسس واحد، فاحنا مثلا قلنا الكاونت مثلا هنخليه باثنين، انت عندك مثلا من الريسورس دوت عندك اثنين. تمام تمام فانا مثلا بي واحد، فبي واحد انا بروح اعمل بعمل سيم ويت اللي هو سيمافور ويت، بشوف ها هل في ريسورس متاح لي؟ اه قال لي ده في ريسورس متاح لك يا معلم، خلاص ساعتها انت تروح اي مقلل الكاونت واحد، يعني دلوقتي واحد اخد الريسورس ماشي تمام. طب بي اتنين جت تعمل سيم ويت سيمافور ويت، تمام هل في ريسورس متاح لي؟ ايوه اه في ريسورس متاح دلوقتي، بقى البتاع بزيرو. بي تلاته تعمل سيمافور ويت، هل في بتاع متاح؟ لا خلاص الريسورس اتاخد، فساعتها الكاونت بقى اقل من الزيرو صح؟ فاروح قايم حاطط ديت في البلوك، اروح قايم حاططها في الكيو، عندك مثلا كيو اهوت بحطيت هنا ايه بي 3، عندك مثلا اللهم صل وسلم زي بارك على سيدنا محمد بي 4 جت تعمل سيم ويت، هروح قايم حاطط ايه بي 4 كمان. تمام خلصت ماشي تمام. دلوقتي انت شغال بي 1 خلاص خلص دنيته، فانا بي 1 بروح اعمل سيمافور سيجنال. يعني ايه سيجنال؟ انا بقول له انا خلاص خلصت شغل، خلاص انا كنت واخد، انا كنت واخد قد ايه؟ انا كنت واخد من الكاونت واحد خلاص زوده ثاني، يروح قايم هو مزود الكاونت. تمام تمام زود الكاونت، هو دلوقتي ايه زود الكاونت ولا لا؟ دلوقتي بس تعال نمشي خطوه خطوه. تمام معلش البي واحد اول لما عمل سيم ويت ايه اللي حصل؟ الاكس بقى بيساوي واحد، البي اتنين لما عمل سيم ويت بقى الاكس بيساوي زيرو، البي تلاته لما عمل سيم ويت بقى الاكس بقى سالب واحد، البي اربعه لما عمل سيم ويت بقى الاكس بيساوي سالب اتنين. دلوقتي بي واحد قال لك خلاص انا خلصت دنيت، انا عايز اعمل ايه؟ سيم سيجن. تمام تمام هل بي فهو راح قايم زود واحد. دلوقتي الاس كاونت بقى عندك كام؟ اللي هو ده المفروض الكاونت يعني ماشي، او الاكس يعني ايا كان احنا مسمينه اكس، فخلاص الاكس بقى دلوقتي عندك بسالب واحد، فهو بيشيك هل الاكس اصغر من او يساوي الزيرو؟ اصغر من او يساوي الزيرو دي معناها ان كان في بلوك، يعني في ناس طلبت واتعمل لها بلوك. تمام ما طالما وصل بالسالب يبقى اكيد في ناس طلبت واتعمل لها بلوك صح؟ قال لك خلاص شيل لي واحد من البلوك، فساعتها اروح قايم شايل البي 3 اقول له خلاص يا معلم الدنيا خلصت، عايز تطلب انت كنبي. تمام تروح قايم شايل البي 3 من البلوك واروح قايم احطه في الريدي، هو خلاص بقى زي الفل تشغله يعني. تمام راح قايم جينا مثلا بي 2 عملت سيم سيجنال، خلاص اروح قايم شايل هتروح قايم مزود الكاونت، الاكس دلوقتي بقى بزيرو صح؟ صح فتروح قايم تشوف هل في واحد في الكيو، اه ده في اربعه بي 4 في الكيو، شيل بي 4 من الكيو. تمام تمام فانت بالنسبه لك انت بتعمل ايه؟ تعمل ويت تشوف هل الريسورس متاح، لو الريسورس متاح هتخش تشتغل وبعد ما تخلص تروح قايم تعمل سجن. طب لو الريسورس مش متاح هتتحط في بلوك كيو لحد ما ربنا ييسر والريسورس يتاح، بعد كده ايه تقدر تخش. عندك النوع الثاني بقى وهو الباينري سيمافور. طب ايه الباينري سيمافور؟ بص انت الثاني كان بيقول عندك كاونت صح، ان الريسورس اكس ممكن يكون مثلا متاح منه مثلا 4 5 كذا. تمام هنا بيقول لك لا هو مش متاح غير واحد، فانت يا اما الكاونت بتاعك تمام او الفاليو هيكون يا بزيرو يا ب1. تمام والله انت جيت تعمل ويت لو لقيت الفاليو بزيرو، الفاليو بزيرو تمام، فدي معناها انك ايه ان البتاع متاح، خلاص خليها لي بواحد وابدا اشتغل. تمام خليها لي بواحد عشان اي حد يجي فيما بعد يقول يشوف يلاقيها ايه بواحد. طب لقيت اساسا الفاليو اساسا بواحد، يعني انت اساسا بتشيك خلاص حط لي البروسيس دي على البلوك. تمام 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 يعني ان شاء الله تكون بسيطه. طب السيجنال، السيجنال اللي انت بقى ساعتها بتشوف هل الكيو فاضي، يعني ما فيش اساسا حد في البلوك، لو ما فيش حد في البلوك فخلاص انا مش هحتاج اعمل ان بلوك لاي بروسيس، اساسا ما فيش الكيو فاضي يعني ما فيش حد طلب الريسورس تاني، فانا خلاص اروح اقيم ايه اخلي الفاليو بواحد بس بحيث ان اي حد يطلبها بعدي يلاقيها ايه متاحه. طيب لو اللهم صل وسلم وزي بارك على سيدنا محمد، لو لقيت حد في الكيو، يعني فرضا مثلا انت بي واحد شغال ماشي، فانت طبعا انت دلوقتي مخلي ايه الفاليو بزيرو ماشي، فبي 2 جه طلبها لقى الفاليو بزيرو فدخل في دخل في الايه في الكيو، انت خلصت فانت بتشوف هل الكيو فاضي، قلت لي لا ده في بي 2، خلاص هقول لك خلاص خلي بي 2 يشتغل شيله من البلوك وشغله على طول، مش هتغير الفي بقى، ما هو كده كده بي 2 الدور عليه فالفي كده كده هتخليها ايه بصفر.
طب مثلا البي 2 نشتغل، هل في حد في الكيو بعده؟ ما بقاش في حد في الكيو، ماشي معلش، ما بقاش في حد ايه دلوقتي في الكيو، صح؟ ما بقاش في حد في الكيو، خلاص يبقى تروح انت تخلي الفي بواحد، بحيث ايه اي حد يجي يشوف بعدي هيلاقي ايه الدنيا متاحه. تمام، اتمنى تكون فاهم. الاول اسمه جنرال سيمافور او كاونتنج، تمام، والباينري سيمافور معتمد على حاجه اسمها ميوتكس. تمام، الميوتكس معناها ايه؟ ان هل في اي فاليو تخلي الزيرو ما فيش اي فاليو، بمعنى دلوقتي اللهم صل وسلم زي ما بيقول سيدنا محمد، عشان تخلي الفاليو زيرو فانت محتاج ايه؟ الواحد. هل في اي فاليو مثلا 2 3؟ هي مش هتحدث يعني، بس هل 2 3 هل تخلي الفاليو زيرو؟ لا. تمام، فيعني مجرد مصطلح كده وخلاص تكون عارف. فبيقول لك في نوعين من السيمافور، السترونج، السترونج اللي هو بيقول لك ايه اكتر يعني، اللهم صل وسلم زي ما بارك على سيدنا احمد، عندك مثلا 2 بلوك بي 3 بي 4، بي 4 مثلا بلوك لمده 10 ثواني، بي 3 يا دوب ثانيتين، فلما تيجي تشيل حاجه شيل بي 4، تمام، هو اللي اتعمل له بلوك اكتر. انما بيقول لك الويك اللي هو مش معتمد على اي حاجه، تمام، يعني اللي هو بالحب كده، ماشي. في طبعا بقى السيمافور ميكانيزم، فتعال نشوفها ونشوف ايه الدنيا. بيقول لك انت مثلا هنا عندك الثلاثه بروسيس، ماشي، عندك ثلاثه بروسيس A B C A B C D، أربعة قصدي معلش، A B C D، بيقول لك إن هم معتمدين على حاجة بتطلع من الدي، ريزلت بتطلع من الدي، تمام. ودلوقتي المتاح حاليا واحد بس، بمعنى زي ما احنا كنا بنقول الإكس ريسورس متاح منه واحد، فأنت دلوقتي متاح واحد من الريزلت بتاع الدي، تمام. فدلوقتي أول أوبس لحظة، فدلوقتي دي الـ A، هو الـ A أول واحد، فالاي جاي يشتغل، قال له اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، بس اظهر صوته. فالاي جاي يشتغل دلوقتي، فهل في داتا متاحه من الدي الريسورس اللي انا محتاجه؟ قال لي اه، ده بيسوح. قال له خلاص يبقى الاي هيشتغل عادي، مش هيتحط في البلوك، يتحط تاني في الريدي بس من ورا، يعني يخش في اخر الطابور ويقلل السيمافور دوت بزيرو، خلاص انا استهلكت الريسورس اللي هو ده. تمام. فدلوقتي بقى السيما فوق، بقى السيما فور بكام؟ بزيرو، والاي دخل الطابور من اخر الطابور. تمام، البي جت تشتغل، هل في متاح ريسورس؟ هل في اي ريسورس متاح؟ هقول له لا، ما فيش ريسورس متاح للاسف. اوبا خلاص، هقول له خلاص خش انت البلوك، اروح قايم حاطط ايه البي في البلوك، واروح قايم مقلل السيما فور عشان كان في حد طلب، اللي هو انت دلوقتي بتعمل ويت بمعنى اصح. فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، يبقى انت كده عملت ايه؟ قللته بسالب واحد، عشان كده احنا كاننا بنعمل ويت. دلوقتي الدي جه، الدي دلوقتي اساسا هو اللي بيصنع الريسورس دوت، صح؟ فخلاص الدي اشتغل عادي، هيروح قايم مزود السي الاس ده بواحد، فهو كان بسالب واحد هيخليه بزيرو. دلوقتي كان الدي عمل سيما فور سيجنال يا شباب، ماشي؟ كانه عمل سيما فور سيجنال. طب لما احنا كنا بنعمل سيجنال بنشوف اي حد في البلوك بنخليه في الريدي، صح؟ بنشيله، فانت المفروض البي هتروح قايم شايلها برضه، تروح قايم حاططها ايه في الريدي، صح؟ هتروح قايم مدخلها، وبعدين الدي يخش بقى في الاخر. فهو هنا عملها على خطوتين اهوت، راح قايم السيما فور زوده، عشان انت يعتبر الدي بالنسبه لك بيعمل سيجنال، سيما فور سيجنال، وشال البي من البلوك وحطه في الريدي. عظيم عظيم، تمام. وبعدين راح قايم مدخل الدي. دلوقتي جه الدور على سي، هيا سي، هل في اي ريسورس تاخده؟ لا مفيش للاسف، ده زيرو، خلاص حطه في البلوك وخليه بسالب واحد. هتلاقي سالب 3، ايه اللي حصل؟ السي هيروح يتحط في البلوك بقى بسالب 1، الاي هيتحط برده بعده، هيبقى هنا سي، هنا ايه، هنا بي، هيتحطوا كلهم وهيبقى بسالب 3 وهكذا. تمام، فدوت يعتبر ده الميكانيزم، ان الدي بالنسبه لك بتعمل سيجنال سيما فور سيجنال، واي بروسيس من الثلاثه بتعمل سيما فور وي. دلوقتي بقى انت بكل بساطه انت تقدر تعمل الميوتشوال اكسكلوجن عن طريق اللي هو السيما فور، اللي هو انت بتعمل وي، ها الدنيا متاحه، خلاص تخش الكريتيكال سيكشن بتاعك وانت ضامن 100% ان مفيش اي حد هيجي يعطلك ولا يعكر مزاجك، تخلص دنيتك تعمل سيجنال، خلاص انا خلصت دنيتي يا شباب، بس تمام. فكده عندنا الميتشر اكسكلوجن عن طريق السيمافور. هنا بيقول لك طبعا ان ايه الويك سيمافور ما قد يحدث فيه استرفيشن، انما السترونج لا. ليه؟ عشان الويك بيشيل من البلوك، يعني مثلا انت عندك اهو كيو في بلوك بي 1 بي 2 بي 3 ايا كان، هو عمال يشيل راندوم، تمام، يشيل دوت يشيل ده، رغم ان السترونج بيشيل ايه ده بي 3 انت قاعد 20 ثانيه، انت قاعد 5، انت قاعد 10، لا خلاص هات البي 3 بعد كده ناخد البي 1 وهكذا. تمام، بيشغل على الميكانيزم اللي هو الفيفو، انما الثانيين لا بيشيل براندوم، فكان يحدث استرفيشن ان الواحد يخليه اصلا في البلوك. هنا يعتبر نفس المثال اللي ذكرناه،
بس بيقول لك عندك مثلا ثلاثة بروسيس تمام شغالين برضو، فهو السيما فور دلوقتي بواحد ماشي، فالاي عمل ويت اه ده السيما فور بواحد خلاص، انا اللي اشتغلت يا شباب وقلله فبقى بزيرو. دلوقتي لما بي تيجي تشوفه هتقلله تاني بقى بسالب واحد، هيروح أن تشوف البتاع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشرط، هل الكاونت اقل من الزيرو؟ اه سالب واحد اقل من الزيرو خلاص حطه في البلوك، فحط البي في البلوك تمام. الايه خلاه شغال 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 شغال، هيخلص يعني في لحد ما هو يكون خلص، هيكون البي عملت ويت واتحطت في البلوك، كمان السي عملت ويت برضه واتحطت في البلوك، فهيبقى السيمافور عندك الفاليو دلوقتي سالب 2، عندك الكيو بقى فيه البي والسي. اول لما عملت السيجنال انا عملت سيجنال، فبتروح بنروح عاملين نعمل ايه؟ نزود السي كاونت، السي كاونت نزوده يعني اللي هي الفاليو بتاعت السيمافور، ونشوف هل في حد في البلوك اه شيل، فمين اللي في البلوك؟ البي صح؟ البي يشيله وهيكمل هو شغل تك تك تك، هيتنوي هو شغال لحد ما هنا ايه خلص، وطبعا تزود الفاليو. اول لما يخلص يعمل سيجنال تاني، السيجنال يروح امين مزودين الفاليو، فسالب واحد بقيت بزيرو، ومين اللي كان في البلوك؟ السي خلاص شيله من البلوك، لا زيرو تك تك تك، السي يخليه شغال، اول لما يعمل سيجنال يروح امين مزود الفاليو يبقى ايه بواحد. سيما فور هل في حد في الكيو؟ ما فيش حد يركب كده. المفروض باذن الله ان شاء الله هنقف عند البروديوسر والكونسيومر بروبلم، هو زي ما انتم شايفين المحاضره دسمه بشكل يعني كبير قوي، وهكذا يعني ان شاء الله. فالله المستعان بقى، عسى ان شاء الله نكمل فيما بعد بس، وننتهي هنا ان شاء الله، نتوقف هنا. فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطا نسيان فمن الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.